ظن الظانون أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله قولا باللسان، وليس الأمر كذلك. حتى المنافق يقول لا إله إلا الله، ولا لا؟ الله جل وعلا يقول في كتاب: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يقول: والله يشهد إن المنافقين كاذبون. إذن لابد أن يقولها بصدق، لابد أن يخلص بها لله، لابد أن يكون محبا لها، منقادا لها، قابلا إياها، عنده من أجل هذه الكلمة ولاء لأهلها، براءة من أعدائها. لابد أن يكفر بالطاغوت فيوحد الله عز وجل، ما يعبد الله يعبد معه غيره. وإلا حتى من ينتسب الإسلام زورا كالرافضة يقول لا إله إلا الله لكن يدعون غير الله، والله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني إخوانك المرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ها، وأنت رسول الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، لكن هذا وعيد، وعيد لكل من تسول له نفسه أن يشرك بالله عز وجل. فقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أمره النار وما للظالمين أنصار.